إلغاء تفعيل دعوات الإنكدان عبر البريد الإلكتروني. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل دعوات الإنكدان عبر البريد الإلكتروني على حسابك الخاص لينكدان. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأعلى، ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل. نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على الإعدادات، ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة. نأتي إلى الاتصالات، هنا نقوم بالضغط على الاتصالات، ثم نأتي إلى البريد الإلكتروني، نقوم بالضغط على البريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة. نأتي إلى الشبكة، نقوم بالضغط على الشبكة، وبعدها سوف نأتي إلى الأسفل. هنا نأتي إلى إلغاء تفعيل التذكير بدعوات لينكدان، وهنا تم إلغاء تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص لينكدان. وهنا كما تروا أصبحت باللون الأبيض، هنا يعني تم إلغاء تفعيلها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.